الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لمكيدون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وما أنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الأرض، وإنا وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام عبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، قال رب انصرني بما كذبون، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرمون، فإذا استغيث أنت ومن معك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزل لي موسى مباركا وأنت خير المنذرين، إن في ذلك لآية وإن كنا لمبتلين، ثم أنشأنا من بعد قوما آخرين، فأرسلنا فيهم رسولا ممن يعبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، وقال الملأ يا قومي الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات بما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل لا يشركن نادمين، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة الرسول وكذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا ولعلهم أحاديث فمرد لقوم لا يؤمنون، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين، ولقد آتينا
مهتدون ولقد جاءنا مريم وأمه وآتيناهما وجعلناهما إلى قوم يذكرون ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم واحدة ولربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم خشية ربهم مشركون والذين هم في آيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم غافلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها وهدينا كتاب ياطق الخلق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرهم من هذا ولهم أعمال يدعون إلى قوم لا عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجهلون لا تجهل اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فقوم على أعضائكم تنكصون مستكبرين بلسانهم وتهجرون أفلم يتقوا القول أم جاءهم ما لم يكفي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم منكرون أم يقولون إن فجاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون ولم تر الحق وما اتخذت السماوات والأرض وما فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم على ذكرهم معرضون بل أتيناهم بذكرهم وهم على ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فقالوا ربنا خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن